بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وأفضل الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه المنتجبين. مرحبا بكم في فعالية جديدة من فعاليات التفاعلية التنافسية لـ VIF كتر، والفعاليات الممتعة جدا جدا بوجود تفاعلكم ووجود الأخوة في هذه الفعاليات. طبعا في هالفعالية اليوم عندنا مسابقة ثقافية متنوعة عن معلومات، عن معلوماتنا الدينية عن نبي الله، نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه. واليوم بنتكلم أو بنسوي مسابقة ثقافية إن شاء الله بيكون فيها التنافس على جوائز متنوعة. نبي أول شيء نحدد كم عدد المتسابقين، وطبعاً اليوم ويانا بيكون ثلاث جوائز، على أربع جوائز آسف، أربع جوائز على أربع مراكز أولى. لكن إحنا حابين في البداية نصفي كالعادة، كالعادة تعرفون الواحد يطحن فيوصل للطحن ويوصل للبن المطحون، ومن ثم يوصل للعود الخالص. خلينا نبدأ يا عمر بتحديد ومحمود وياي اليوم. طبعاً أول فعالية يكون فيها محمود الشعراوي مشرف معانا، فقد فرصته في التنافس المتميز اللي كان يسويه، والجو المتميز والحماس اللي كان يسويه في تفاعله مع المسابقات الثقافية، ولكن الخير في اللي موجودين إن شاء الله. ونبدأ يا محمود بتعديد الأشخاص اللي موجودين واختيار من اللي بيكون متسابق. طيب بسم الله. طيب بس أول حاجة بس معلش يا أخوانا، طبعا أهلا بيكم، وطبعا بشكر الأستاذ حسين طبعا أولا، طبعا علشان بس ما طولش، بس المشتركين يا ريت بس اللي هيشتركوا يدونا بس ايه اسمائهم، بس معلش يرفع ايده. طيب هيرفع ايده، وعمر معلش مليني الـ يعني ايه، لا ما حدش يرفع ايده يا جماعه، كل واحد يقول اسمه عشان في ناس حساباتنا مش باسمها بعد اذنكم. واحد طيب تمام واحد واحد يرفع. طيب انا هنادي على حساب ويقول لنا اسمه. تمام. طيب احنا معانا هنا مزن المري. طيب اما ثواني بس استاذه بالدور معلش، خليها بالدور بس علشان ترتيب. انا يا جماعه كله نزل ايده يا جماعه معلش. تمام بسم الله. انا مشغوله يا ماما، عندي استاذه مزن الصوت صوت بس علشان اللايف. استاذ عمينا صوت بس علشان اللايف، ميوت بس مؤقت. ابراهيم عبد الوهاب، هل تسمعنا؟ ابراهيم عبد الوهاب هل تسمعنا؟ طيب اللي بعد اسمعك. خلاص يا مان. احمد جسار. تمام معك، سمعك. محمد عبد الوهاب. نعم. محمد علي. اكتب يا محمود ورايا. ايوه استاذ انا مزن المري. استاذه لسه ثواني ما وصلش وقت حضرتك. الدور. طيب ابراهيم عبد الوهاب كده هنحسبه. تمام كده ابراهيم عبد الوهاب، احمد جسار، ومحمد عبد الوهاب. تمام جدا. محمد علي. محمد علي. طيب ايوه اخوي. استاذه مزن حضرتك حساب باسم محمد علي؟ ايوه اخوي. اوكي تمام. طيب هنكتب اسمها بقى علشان ايه؟ استاذه مزن المري. محمود علي. ايوه معاك محمود علي معاك. عمر الكلباني. نعم موجود. اجر محمد. نعم موجوده. دي دي اف ام، انا ما اعرفش ده ايه، بس يعني انا دلال المري.
إيثار محمود. الصوت واضح؟ بس الصوت مش واضح. صوت. كده أوضح؟ خلاص تمام. الاسم يا عمرو حسني. لا ثواني. إيثار محمود. محمد حسني. أنا بودي أقول لكم هنا الصراحة إن أنا عايز أمنع من المشاركة بس مش مشكلة. ماشي يا عمر. سعيد الحداد. سلام. هلا عيني. ايوه معك. هلا ما ده لا يكسب. انا عارف ده معلومات. يعني خلاص ما ايه بقى مع دول اللي معانا يا محمود يا شعره اللي معانا احنا. ثواني بقى هعدي لكم بالترتيب. ابراهيم عبد الوهاب كده 1، احمد جسار 2، محمد عبد الوهاب 3، مزن المري 4، تمام، محمود علي 5، عمر الكلباني 6. عمر الكلباني عمار ولا عمر؟ عمار. ماشي اوكي. وهجر محمد ودلال المري وإيثار محمد ومحمد حسني وسعيد تمام. ومحمد شعراوي. محمد شعراوي كتب لي انه جاي فاكتب اسمه برضه. ماشي. شباب تمام. شباب يعني خلاص الحين انتوا حددتوا صح؟ ممكن تمام. احنا كده كامل. طيب كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ما شاء الله. طيب خليه يجي بقى محمد علشان ايه؟ علشان لما يجي ده هو على ما يتسأل هيجي دوره. هيجي هو دور ال 12. دور ال 12 هيجي. انزين شباب اللي ما يلحق على سؤاله تستبعدون على طول. تمام اوكي. نبدا. طب انا هعمل معلش عشان التنافس القوي يكون ويكون في يعني مثل ما يقولون فرصة لعدد. شوفوا أنا بنوع في الأسئلة أوكي، ولكن ما أقدر أعدل في أن هاي السؤال صعب هاي السؤال سهل هاي السؤال كذا اللي بيطلع، لأن في ترتيب معين ماشية الأسئلة وأنا مو متأكد أصلاً مدى سهولة الصعوبة وأنا بمشي على الترتيب اللي موجود قدامي. تمام؟ إلا بعض الأسئلة اللي بخترعها في النص بيني وبينكم يعني. أوكي؟ أنزين أو استخترع أسئلة صحيحة ها؟ إيه طبعاً أسئلة بسيطة يعني هاي على أساس إذا العدد مو بكافي في الأسئلة إلى آخره. المهم أوكي. أنزين طبعاً إحنا عندنا ما دام 12 متسابق ال 12 حيتسألوا سؤال حنصفي تقريبا اللي طالعين يعني اللي جاوبوا السؤال حيتصفوا اللي جاوبوا صح. حنشوف إذا العدد أكثر من 6 يعني إذا اللي مجاوبين كلهم 8 صح زين حنسأل سؤال ثاني نعطي فصل. إذا 6 أو 4 اللي مجاوبين ما استجيبين. إذا 6 اللي مجاوبين حيكون التصفية بينهم 3 أسئلة 3 أسئلة. موافقين؟ أوكي تمام. 6 فأقل 3 أسئلة ثم لكل شخص. 7 فأعلى بيكون ال انا شايف ان احنا قد اعاده زين الحين خلونا تفضلوا. طب اليوم رحنا عند فلوح بتفلوح. استاذه ميوت. استاذه مزنة الله يبارك فيك يا جماعه الله يحفظ لك عيالك اللهم امين. يلا يا حسين يلا يعني حدش يلغي الميوت يا جماعه لما يبقى دوره بقى خلاص احنا بدانا فاللي يلغي الميوت يكون دوره. يلا نبدأ السؤال الأول لمين يا إبراهيم عبد الوهاب. عمر لو سمحت خل محمود يتكلم معي أوكي. واحد يتكلم واحد يضبط الدنيا أوكي المايكات تمام على أساس إن ما نقطع على بعض. تمام بسم الله. إبراهيم عبد الوهاب الفائز الخسران دائما معنا. شكرا. أين ولد
النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة. أحسنت، الإجابة صحيحة، نقطة حق إبراهيم. أوكي. أحمد جسار. مام. يا أحمد جسار اطلع لي على المايك اللي ما أخذ لابتوب، تعال. موجود موجود. إزيك، أخبارك؟ أخبار اللابتوب معك؟ أكلت وشربت النهاردة؟ شربت وأكلت. تمام. في أي عام ولد نبينا الكريم؟ عام الفيل. صحيح. أوكي، اثنين. مجسار برضه. تمام كده، نقطة لأحمد. محمد عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب، تفضل. كم حزب في القرآن الكريم؟ 60. طب السلام عليكم، صوتك مسموع ولا لا؟ ثواني يا محمد. صوتك مسموع، صوتك مسموع، بس خليك جاهز. نقطة محمد عبد الوهاب. 1. مزن المري. مزن. يعطيك العافية. مزنة. الله يعافيك. انزين. شغلت المايك شغال، المايك شغال، بس خل يعني. السؤال، في أي يوم من أيام الأسبوع ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ يوم الاثنين. صح، برافو. محمود علي. نقطة. تمام، محمود علي. السلام عليكم. عليكم السلام. يلا يا محمود. يلا يا محمود، يلا يا محمود، نبدأ. أيوة. أوكي. طبعا أنا هالسؤال لو بس جاوبت لي اوكي اسم خماسي ما عندي مشكله. زين، اسم النبي صلى الله عليه واله. صلى الله عليه وسلم. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن مناف بن عبد مناف. لحظه بس، لحظه. صح. لا 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 لا، المفروض ان ابن هاشم ابن عبد مناف. بس تمام، بس يلا. تمام جدا. واحد. تمام. عمار محمود، انت بتحسب النقاط؟ عمار. بحسبهم. يا عمار. قاعد يحسب. يلا. عمار، الاستاذ عمار. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. اعمل ميوت بس يا محمد، معلش اعمل ميوت بس كده، يعني هي علشان بس ايه، علشان هو لايف حاليا. يا عمار يا العماني. نعم، تفضل. وين الحلوى اللي وعدتني فيها؟ موجود. ما كرموا الدكتورة حياة. انزين، ما علينا، جات عندكم وما عطيتها. انزين. خلاص، ما مشكلة، مرة القادمة. شو اسم أم النبي صلى الله عليه وآله؟ قول حليمة السعدية. لا ولا... آمنة بنت عبد آمنة بنت عبد آمنة بنت وهب. آمنة. عطى نقطة، عطى نقطة. ماشي. عطى نقطة. أجر محمد. يا إلهي يا إلهي، أستاذة هاجر كيف حالك؟ هاجر على المايك. تمام، موجودة. تمام. اوكي، لحظة بس، لأن روح عني المايشر. اوكي. من الذي تكفل لحظة شوي بس أتأكد من شيء. طيب، من الذي تكفل برعاية وتربية نبينا صلى الله عليه وسلم؟ طبعا بعد وفاة أبوه. جده عبد المطلب. صحيح، برافو. دلال المري. اوكي،
دلال. نعم. من التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ حليمة السعدية. وبعد من؟ هاي بعد والله معلومة جديدة علي أنا. ثويبة. صح. برافو. ما شاء الله. زين. إيثار محمد. إيثار محمود أو إيثار محمد. محمد. أها إيثار محمد تمام جدا. كم عدد صفحات الجزء في القرآن الكريم يا أخت إيثار؟ 20 مع عدد الجزء الأخير 23. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يعني أنا أقول إيثار اللي بتاخذ الهدية ما حد يصدقني. المهم محمد حسني. تمام. من؟ محمد حسني. محمد حسني. محمد حسني. تعال يا محمد يلي ملعوز. دقع على حجري. دقع على حتهولي. عايزك تدور على اصعب سؤال. لا 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 عشان لا مش عايز يكسب. لا كل ما بيكسب جايزه بيطلع يعني. لا لا عدل مين ده؟ ده ابو العدل كله. محمد محمد ما هي مهنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ في صغر كان بالتجاره وراعي غنم. حدد لي في صغره. التجارة بعدين هو التجارة وراعي غنم اثنين. لا حدد الأول. حدد في حدد يعني صح حدد تجارة الأول. خديجة هاي الثاني. تمام انت غشيت. راعي غنم. راعي غنم. تمام ماشي. نقطة لمحمد حسني. هاي معلومة لازم نعرفها عن نبينا صلى الله عليه وسلم. انا شايف انك كده اكتر من سبعة. ما تيجوا نعيد بقى عشان هو كده سعيد. يعني كل سعيد الحداد. سعيد الحداد. نخلص ال 12 الاول. سعيد الحداد ده كله احنا مش هنخلص النهارده. كلهم شاطرين وما شاء الله. حق سعيد. يلا يا سعيد. ها ها حق سعيد. سعيد حق سعيد. ابو عبد الله. ابو عبد الله. خلاص يا جماعه ما فيش اللي بعده لحد ما يجي يعني او ايا كان. هذا المايك جنني. ساعات يروح فوق ساعات ينزل تحت. ما علي انا ما اعرف انا ما اعرف حق الدوم ما ادري ايش يسمونه ليش عرفني له. معليش معليش والله قاعد اعتقد انه ما بيجاوب. اعتقد يلا يلا سال سال يمكن ما نجاوب. يلا يلا. ما هي الحرب التي شارك فيها نبينا وهو صغير؟ والله نسيت سؤال معلومه دي بقى ايه ده سؤال تصفيات. والله الراجل ده مظلوم يعني. الإفاضة ما اسمها الإفاضة. والله نسيت اسمها. شو اسمها الإفاضة نسيت والله اسمها. شوفوا شباب شباب دقيقه بس. بين قوسين بين قوسين اي معلومه في هالاسئله غلط في ذمه اكرامي محمد احمد مالي قص. اكرامي اللي جاب الاسئله بصراحه. اكرامي اللي جاب الاسئله بس خليه. لا لا الراجل ده يعني ان شاء الله مش ما في يعني ما بعد لايف يوتيوب ووصل للناس كلها. كيفكم؟ المهم مهم. حرب ايش؟ كلمه واحده هي اسمها. كلمه واحده. والله لا غش. خلاص ما تغشش ما تغششوش. الغش حرام يا اخي. انت بتتكلم عن النبي وتغشش. اي تغششني غششني يا اخي. يلا خلاص. الفجار. الفجار انا نسيت هذه. صح. ياخذ نقطه زين. لا ده غشش غشش. هياخذ نقطه ازاي؟ لا مش طيب. لا بدون بدون. طيب الدور على محمد بقى. محمد يلا يا محمد حبيبي عايزك تستلم. وده موجود اصعب سؤال. سامحنا ها سعيد. موجود سامحنا. أوكي. اوكي اوكي عادي عادي. يلا محمد. يا محمد يا محمد المفروض يجي له سؤال صعب الصراحه. لا 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 ما اقدر يا ابني. ده يعني خريج ازهر يا ابني. سؤال تام بالنسبه لسهل. لقب النبي. لقب النبي. لقب المصاحب له. لا ده انت لو معرفتش ولا يلقب. لا يلقب. الناس كانت دايما بتقول له بتصفيه ايه. ايوه ايوه هو ده الكلام. انت هتفضحنا. يلا انت كنت هتا كده اهو. طيب 11 حط له نقطه.
خلاص كده كده 11 عيد تاني بقى ولا هنعمل ايه؟ مش عارف يا جماعه. عيد تاني ها ابراهيم عبد الوهاب ما تمسكش النقط بقى خليهم. لا 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 لا, لا. سيف كده علشان ما تحصلش مصيبه. تمام ما ابراهيم عبد الوهاب بقى. هلا هلا سلام. تاني 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 اسئله ثانيه خلص طيب. النهارده هم ليه ال 12 مجاوبين؟ التنفس شديد قلنا الكلام تعال. دوت تعال يا ابراهيم تعال 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 بسرعه ابراهيم. خلينا نوافق. خلينا معلش حسين اقول حاجه عشان الوقت. اللي يا جماعه مش هيجاوب السؤال ده خلاص هيبقى بره المنافسه يعني. من لو سمحت يا عمر لا تتدخل انا ومحمود اللي اداريين هنا. يلا اداريين. الله 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 ابراهيم تعال. بقول لك يا حسين انا عايزك في سؤال هقول لك حاجه بس مهم. بيكسل شو اخبارك؟ المهم خير الحمد لله. اول زوجه للنبي منه؟ بسرعه خديجه صلى الله عليه وسلم. صح برافو يا ابني. انت عايز انت كلام مش هنخلص صراحه صراحه. طيب كده اتنين ماشي. ها احمد جسار تمام. وين راعي اللابتوب؟ تعال تعال اهو. والله دليت على اللابتوب. انا عارف. انا بقول لك يا حسين انا عايزك في اجتماع مغلق بعد ما نخلص عشان في حد جديد. سور القران الكريم يا احمد جسار. 114 روح اللي بعد صراحه. موعود بالاسئله السهله احمد. اه موعود بالأسئلة السهلة يا أبو حميد. طيب محمد أسئلة سهلة أو إكرام اللي إحنا مش نخلص الله يهدي. لو إكرام سمعنا تحية لي يا جماعة. إكرام اللي حطت الأسئلة دي تحية لي لو سمعنا. أسكت ثواني يا عمر. ثواني يا عمر إيش عطى ميوت. عطى ميوت زين. ميت مين؟ أنا الهوست هنا طبعا. مين اللي الحين بيتكلم؟ محمد عبد الوهاب. تفضل تفضل محمد يا عبد الوهاب. تفضل يا محمد يا عبد الوهاب. متى لحظه. بسم الله الرحمن الرحيم. كم كان عمر النبي لما تزوج السيده خديجه؟ يلا 25 ان شاء الله. الاسئله دي يلا قلنا قلنا يا ابني ظروفها طحينه. السؤال اللي بعد. ثواني يا عمر ثواني يا عمر. الاستاذه مزنه المري ثواني بس عشان عاوز اركز يا عمر. أستاذ مزنة المري. يا أستاذ مزنة. يا أستاذ مزنة. وقعت ولا إيه؟ أستاذ مزنة. آخر. لازم. اخر نداء ولا ننتظر عليها؟ سيدة اسمعني انا ما اخذتني موجود. اسمك ايه؟ قلنا الاسامي ما خمت تكليف. كنت اسولف ما يوصل صوتي. كنت بميت مثلا. انت ما كنتش جوه الميت اصلا. انا نديت على كل اللي جوه الميت. لا موجود بس ما كان يوصل صوتي. وقت ما اخذت الاسامي. طب يعني مش هينفع احنا اخذنا الاسامي. يلا خلاص. وفي نفس الوقت انت كنت مع يعني ما والله دورت عليك. انا كنت بميس ما قبي بس استاذ حسين واسولف واسمعني. انزين يلا الحين خلينا نكمل الاسئله. ما عليكم امر. مزن المري هتيجي ولا نروح اللي بعدها؟ نروح للي بعدها ونرجع لها. تمام طب ماشي. محمود علي. ايوه معك. اوكي يلا. كم كان عمر السيده خديجه عندما تزوجت نبينا؟ 40 عاما. صح. تمام. عمار. استاذ عمار. هلا يا من. استاذ عمار كم عدد اولاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ اولاد ابراهيم. هنا كم؟ لا توجد اولاد بنات فقط. لا كم عدد توتال؟ يلا كيف كم التوتال؟ كم العدد بالاجمالي؟ بالاجمال اولاد مو بالابناء. انا قلت الاولاد. الاولاد يشمل الذكر والانثى كل يعني. لا ده سؤال صعب على فكره. يلا اه كم السؤال ده صراحه انا شايفه 9 تقريبا. شايفه لو الاجابه غلط ينتقل. لا هو سؤال صعب بصراحه. يعني بصراحه ما... شايفه خطا لو... ينتقل للي بعده. هاجر محمد. عدد أولاد النبي صلى الله عليه وسلم 7. صح برافو. صح هاي أكيد رامي مخششك. المهم عاد عمرو دوت عاوز الضرب. أنا مش معايا رامي. إيه خلاص أنا مش معايا. خلاص يا عمرو خلاص.
اخلي زاحة ده انا هخلص ثواني ثواني يا ولد خلينا نعمل الاسئله ثواني ايش ناشو انا جبته هنا ليه ده حبيبي يا عم هنا ليه حبيبي يا عم دلال نعم اوكي والله هو معلومة حلوة بس قبل هالسؤال بسأل سؤال ثاني متى بعث النبي يعني كم كان عمره صلى الله عليه وسلم أستاذ دلال أستاذ دلال أيوة كم سؤال. كان عمر النبي لما بعث سهل عندما تزوج السيدة خديجة 40 سنة لا بعد ما تزوج خديجة عندما أرسل عندما بعث كان عمره 40 كان عمره كم؟ صح برافو عندما بعث سنة تمام جدا أستاذ سنة أعتذر أن لا لا ما عندش مشكلة ما عندش مشكلة مش مشكله هنرجع يعني سؤالك ناطر مو مشكله إيثار محمد يلا إيثار عاد بسألك هالسؤال شنو أسامي الذكور من عيال النبي صلى الله عليه وسلم أوكي إبراهيم أيوة وأبو القاسم لا استغفر الله إبراهيم و زين انت قلتي الاسم بس شيلي ابو قلته بالاب بقى شيلي ابو اوكي زين والثالث منه قاسم والثالث أيوة. عبد الله صح برافو لا قلنا المنافسه النهارده هتكون محمد حسني سمعان سؤال بقى من اللي قلبك يحبوه محسين يعني بس تحت السرير ليه اطلعي لا الصوت يا استاذه مزنا خلي ايدك على الميوت بس لو سمحت خلي ايدك على الميوت لو سمحت لحد ما تزعج الله يخليك خلي بقى الصوت استاذه مزنا عمرو خليك على الميوت الدنيا خليك على الميوت مع الميوت ما ينفعش اعمل لحد ميوت تدي عادي محمد حسني معاك شنو الدين النبي قبل الإسلام يا محمد حسني دين مبني قبل الإسلام قبل البعثة كان على الدين منه كانوا يعبدون الأصنام خربها ده انت جيت جحلها على دين النبي إبراهيم عليه السلام وهو دين الحنفية وهو دين التوحيد اوكي ما فيش نقطه اللي بعد الاستاذ سعيد الحداد لا سعيد الحداد مو محسوب خلاص كده يعني طيب عندنا محمد شعراوي محمد شعراوي بعد مو محسوب زين يلا اوكي انا موجود هو جالك اهو تعال يا محمد تعال يا ابني تعال يا ضمايا حبيبي قلبي لا كده الموضوع تعال يا ضنايا قول لي ربنا يستر اسامي البنات للنبي صلى الله عليه وسلم المصري كده ليه لا مصري ما كلام مصري عدل كده راجل والله اسالي بنات النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اتفضل يلا يا حبيب طيب كده الاستاذ محمد حسني انا هشيل اسمه بس من الليسته تمام كده الاستاذ سعيد الحداد وجاوب ام لا جاوب اخوك اللي قلت لك فاطمه الزهراء رضي الله عنها السيده رقيه رضي الله عنها ايوه السيده ام كلثوم رضي الله عنها نعم السيده زينب رضي الله عنها احسنت وبورك رجل ازهري بارك الله ومن طب نقطه نظام يا جماعه دلوقتي حسين الناس اللي زي سعيد يعني اللي ما جاوبوش خلاص يعني شيل محمد حسني عايزين سؤال لاستاذه مزنا عشان هي ما خدتش سؤال محمد حسني خلاص كده هشيل هو والنقطه خلاص هو غادر الاجتماع اصلا خلاص لا ما فيش مصلحه من الجائزه فمشي
مزنا كده بعد الاستاذ ايثار بقى الايثار بقى محمد على طول. تمام محمد على الاستاذ إيه. تمام لا 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 انا بسأل يا مزنا هلا شو اسم الغار اللي كان يتعبد فيه النبي قبل البعث؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء. سن تمام جدا. كم طيب. اسم الحين بقى؟ تعال بقى واحد تسعة ولا عشرة؟ اثنين ثواني ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. الأستاذ عمار ثواني الأستاذ عمار جاوب صح؟ عمار لا 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 ما جاوبش ما جاوبش جاوبش يبقى شيل تمام جدا. يبقى كده يبقى كام؟ بص واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. طيب. أوكي تعالوا بقى نكمل لحد ما نصفي هنصفي أربعة أوكي من هذين إن شاء الله. طيب إبراهيم عبد الوهاب تعال يا إبراهيم يا هلا يا بتاع مكة تعال يا هلا تفضل. ايوه ليه طردت النبي من مكة ابراهيم ليه بس اسقط هم انا ايش دخلني انت مش عايش معهم يا اسكت يا عمر عمر لو سمحت رجاء يعني رجاء اسال اسال خليه يركز في السؤال. ايوه الحين احنا سالنا سؤال قبل شوي شنو قلنا اسم الغار صح صحيح ما دامك من اهل مكه لازم تعرف اسم الجبل اللي كان فيه الغار او اللي عليه الغار شنو اسم الجبل يلا سهل الجبل اللي عليه غار حراء ايوه جبل اللي فيه مو عليه ايوه فيه صح جبل النور حتى في حي هنا اسمه جبل النور الله وجهك شوف هاي دليل انك من اهل مكه المهم تمام كده ابراهيم معاه ثلاثة احمد بصار موعود بالاسئله السهله احمد احمد تمام والله والله العظيم سؤال سهل والله والله العظيم وحظ اقسم بالله حظ ما قاعد انقي الى من توجه رساله النبي صلى الله عليه واله صلى يلا. الله عليه وسلم لمن ايه حق من الى من رساله النبي مش سامع والله لمن رساله النبي, صلى الله عليه وسلم النبي. يعني الرسول صلى الله عليه واله بعث لمن بعث بعث أيوة. الناس الامه او الناس اجمعين احسنت الناس اجمعين سؤال يعني ما هو يا لهوي يا لهوي الاسئله محمد عبد الوهاب تفضل تفضل ماشي ماشي كم بسم الله الرحمن الرحيم كم فيها كم يا الله انزين اذكر شنو الدار اللي كانوا يجتمعون فيه النبي مع اصحابه في بدايه الدعوه شو اسم الدار دار الارقم بن ابي الارقم سنت 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 جوابه صحيحه الاستاذ مزن المري دلوقتي لا مش موجود يا جماعة مش موجودة خالص لا مش موجود دقيقة مش موجود استاذة مزنة مش موجود مش موجودة استاذة دلال لا 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 لا, 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 لا. أوكي. هننتقل من استاذة مزنة ولا
اوكي ننتقد بعدين نرجع خلاص ثواني بقى يبقى كده هشيلها والنقاط لا لا ما نحذفها انطر ماشي نخليها طيب. اخر واحدة والاستاذ محمود علي ايوه معك كم سنة تمت دعوة للنبي دعوة النبي تمت ثلاث اي غششت استغل دم لا زين كم 30 كم دعوة كم عدد سنوات دعوة النبي صلى الله عليه وسلم 23 عاما ايوه كده اول الرجل اللي عارف اهو هتغششه غلط وهيقعد يمشي وراك ما انا راجل سعيد يا ابن عزر محمد يلا في الكم نفسه يا استاذ ثواني هي فين في الكم نفسه ها اكيد داخله بيوزر ثاني ما عليك المهم في يوزر اخوها بعد المهم اخوها عاوز تضرب زين اسمعي كم عدد سنوات التي تمت فيها الدعوه سرا للنبي صلى الله عليه وسلم اوكي تمام استاذه دلال المري دلال نعم شنو من هو اللي اكثر شخص اذى النبي صلى الله عليه وسلم يلا يا استاذ دلال استاذ دلال شكلها بتغش يا جماعه اكثر شخص شنو لان الصوت أذى ما كان اذى النبي اذى يا عمرو اسمها اذى اذى يا حبيبي صلح ليش ابو لهب صح صح طيب الاستاذ ايثار محمد نعم اسم اهم رحلتين في حياه النبي الاسراء والمعراج صح يا سلام نيجي بقى لمحمد محمد شعراوي محمد شعراوي محمد شعراوي محمد لا عاد والله سؤال سهل محمد 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 شعراوي محمد هو مش هنا ولا ايه اصلا محمد شعراوي مش هنا اسحبه على طول محمد شعراوي شيل اسمه ليه؟ طب ما انت عندك استاذة مزنة مش هنا وما شلتش اسمه انت كده دكتاتور لا حين اخر شيء اخر شيء بنسى يا جماعة اسمعوني ولا كده ايوه هو هنا بعينك بعينك ما فيش اسماء هتتشال لاني موجود ايوه وما تروحش تقفل يا حبيبي قول لي كده رحلة الاسراء من فين لفين؟ والله لازم موعود رحلة الاسراء من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ده القران أحسن. بيقول يا ابني القران يعني. بيقول ده خلاص استاذه مزنه عشان لو مشكله نشيل اسمها بقى لو ما جاش يلا موجود. مزنه مش موجوده حسين على اخت مزنه مش موجود موجوده لا مش موجوده موجوده جت اهي والله لسه بيقول لي جوين لا بس احنا جينا على حضرتك قبل كده وقال لنا مش موجود لا كنت موقف المايك انا رحلة المعراج من وين لوين يا استاذ مزنة استاذ مزنة ايوه رحلة المعراج اي من وين لوين هي الاسراء من المسجد الحرام لمسجد الاقصى اوكي المعراج 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 من الارض الى السماء السابعة بس صح برافو هي الى سترة المنتهى بالضبط اوكي زين صحيحة طبعا الاجابة يبقى كده كلهم 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 ثلاثات كلهم ثلاثات اللي معانا ابراهيم عبد الوهاب اللي بعد ابراهيم تعالى تعالى ابراهيم احنا مش هنخلص ما شاء الله يعني ما كده ما راح نصفي احد طيب خلاص انسحب ما عليك يلا يلا خلينا بقى يلا احنا هنقعد كده نعمل كده لحد ما نطلع أربعة يلا تمام ايوه كده اعدل المايك شويه ما راح نطلع أربعة بس يلا يلا
السؤال اللي بعده، ما هو اسم الغار الذي اختبأ فيه النبي أثناء الهجرة؟ غار ثور. أحسنت. وين جبله؟ غزي ولا شيء. زين. وين إيه؟ الجبل بتاع. أجسار. مام. أحمي. موعود برضه. الحمد لله. ولا. أنا ما عملش حاجة، أنا بقر آية قصدي ما عملش حاجة. المهم. يلا السؤال. السؤال لمين؟ لأحمد جسار. جسار. يلا يا أحمد. صوتك خدتني اهدى يا عم. يلا الحمد لله. يلا يا احمد تعال. تمام موجود. اسال يا حضر. سؤال صعب يا جماعه. حسين اهو من كتر الزيت تليفون قال لك لا مش مش مخليه. تين صوتك. صوته كده مش ايوه ايوه كده بس تمام. ايه ده ده وطي وطي. اسمع اسمع شوي اسمع. سامع. يا احمد جسار. يا احمد شنو هي الجائزه اللي خلتها قريش عشان اذا احد صاد النبي؟ 100 ناقه بالخليج. 100 ناقه. موعود. 100 ناقه. متاكد؟ تمام. مو ب 200؟ لا 100. مو ب 1000؟ يا عم وانت هتفصل. اجابه صحيحه يا ابني. السؤال صحيح. الإجابة صحيح. طيب محمد عبد الوهاب. أهلين. تعال يا محمد. إحنا أصحاب. إحنا أصحاب حسين. إزيك يا محمد. إحنا أصحاب حسين. ما حدش يقول ما حدش قال. أنا في الصحاب ببيعهم على طول. ليش كذا؟ زين لحظة شوي. يلا اسألوا بقى عشان إحنا الساعة يا جماعة إحنا داخلين في الساعة 9 وحرفياً. الساعة 8 داخلين. لا لا. يا حسين خلي السؤال صعب وارسل لي الإجابة في الواتس وخلاص. أم إبراهيم عليه السلام ابن النبي شو اسمها؟ جويرية. خطأ. بس ماريا القبطية. يلا كذا نقاطك راحت يا محمد عبد الوهاب للأسف. طيب مزنا المري. هذا مزنا. هذا مزنا المري. استاذ مزنا. استاذ مزنا. You can't mute microphone right now. يلا يا هذا مزنا. اللي بعده اللي بعده اللي بعده اللي بعد اللي ايوه صار شغلت الميكروفون. ايوه تمام. كم عدد الغزوات التي شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ شارك فيها الرسول صلى الله عليه وسلم 9 غزوات. صح. بعد كده عندنا محمود علي. شوفوا شارك فيها 9. سواء لا الصوت استاذ مزنا. الصوت يا استاذ مزنا معلش يعني يا ريت حضرتك خلصي بس الاجابه تقفلي الميكروفون على طول. انا بدي اقول شنو الصوت يا جماعه احنا اليوتيوب الصوت انا قاعد اوقع احاول اكتب. عمر انت تقدر تسوي ميوت يا حبيبي انت مع ادخل شوف يا عمر مع ماشي. لا 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 لو عملها ميوت مش هتفتح. لو سمحتوا لو عملت لها ميوت مش هترضى يفتح لها مايكروفون ثاني. لا ما انت ممكن تلغيه يا عمر. يلا 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 ما اقدرش. علي ايوه معاك استاذ محمود علي. كم عدد الغزوات دقيقه الغزوات خلاص بقى لا لا 9 اللي شارك فيها لكن في عدد ثاني تقريبا في حياه النبي المقصود فيها 27 يعني كم 27 الغزوات اللي اتعملت في حياه النبي صح غزوات السرايا
كده أربعة ماشي. هاجر، ما دام أخوك يحب الأكل بسألك سؤال، ما هو الطعام؟ طب وانا مالي يعني، هو بيحب الأكل تسأل أنا في الأكل. ماشي عمرو النهاردة حط عليه. يا جماعة أنا كده من... طبعا أستاذن أنا مش فاضي لكم. ما هو الأكل ما... الذي كان يأكله يعني أكثر أكل يحب النبي أو يأكل التمر والماء؟ أحسنتي، برافو، جاوبت يا عمو. الأستاذة دلال، دلال المري. نعم. كم حج حج النبي صلى الله عليه وآله؟ حجة واحدة صح، وهي وهي اسمها إيش؟ حجة الوداع. بس برافو. أستاذة إيثار محمد. أستاذة إيثار، يا تفوزين يا تخسرين. زين. صعب. يا رب. كم؟ إيه ركز يا أستاذ حسين. كم عمره اعتمر النبي؟ أوكي عمره. على ما أذكر. كم عمره؟ الغش ممنوع. لحظة أنا قاعد أفكر، هي عمره ولا عمرتين؟ والله والله رفيقنا رامي ذابحني، كاتب رقم غريب. أوكي. هو رقم غريب. رقم هذيك أربعة. صح. يا بدا. لا وقلنا ما قلنا، قلنا النهاردة مش أنا. محمد. محمد شعروف. هنا. حول كم رمضان صام النبي؟ يلا. كم رمضان؟ أيوة. صام النبي. كم رمضان؟ كم رمضان؟ كم؟ كم محمد؟ 9 رمضانات. صح. اللهم حسبها هو حسبها. يا جماعة معلش بس سؤال ممكن يتأخر شوية معايا دقيقة بس. لو دقيقة؟ أنت لو تأخرت ما... لا دقيقة لا تسيب الدقيقة. لو تأخرتها عن... أنت هيتشال اسمك وأنا شايف. أوكي. لا أنا شايف إنه لا يعني محمد معلش استنى. لا لا إن شاء الله مش هتأخر. معك نقاط كثير يا محمد، معك. محمد أنت عندك نقاط كثير وعندك فرص. السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده مو بلأن رفيجكم قاعدين تحاملوا. طيب. يا عم إحنا أحرار، إحنا أحرار. أنت كده معانا، كده معانا حسين. أستاذ حسين ثواني بس، كده معانا كم واحد؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 ماشي. إبراهيم عبد الوهاب. يعني جولتين ما طار إلا واحد. طيب تفضل. والله كذا ما راح نخلص. تفضل. عادي قاعدين قاعدين، حد ورا حاجة؟ لا. هو أنا شايف إن المسابقة دي الطريقة الوحيدة إن إحنا نخلص، إن حد يقول أنا ورا حاجة ويعتذر. عمر لو سمحت، عمر. أنا بكلم الراجل. أنا بسمع الأسئلة عمر. اسمع الأسئلة. هو مش حافظ. أنا أقدر أسأل. اسأل. اسأل. أسئلة صعبة بقى، خش في الصعبة الله يهديك. أول تصرف قام به النبي بعد إعلان الدعوة. أول تصرف قام به النبي بعد إعلان الدعوة. أول تصرف قام به الناس يعني ال شو اسمه المشركين يعني مقصود فيه. قيل له وأبلغ عشيرتك الأقربين فجمعهم لما قال له أبو لهب تبت لك. أنا أتكلم أول تصرف قامت به قريش بعد إعلان الدعوة. اللهم صل. طبعا قالوا عنه مجنون وعادوه. طبعا احسنت. اول نشر انه مجنون. أوكي. هذا اول شيء عليه. طيب احمد جسار. طبعا معقود.
كم مرة ذكر النبي صلى الله عليه وآله في المصحف الشريف؟ كم مرة ذكر النبي؟ ذكر بالاسم في القرآن، كم آية ذكرت فيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أحمد بلاش موجود. بلاش كم ها؟ بلاش تخطأ. كلام محمد سهل، فكر كويس بس من غير ايش. انا عارف ان عمرو حيكتب لك في الواتساب. لا لا والله ايدك ما تقرفش على الكيبورد يا عمرو في الواتس هناك. ايوه انا مالي تمام، انا بشوفك. اوكي يلا خلص. اثنين واحد اثنين ثلاثة قول. ثلاث مرات؟ لا لا هو بيقول لك بيعدل لك بيعدل لك. تخترت ايه؟ انا بقول له اثنين. يا ابني ركز ركز يا ابني، انا بحسب لك يعني واحد اثنين ثلاثة. قول الاجابة يلا. اخلص اختار، قصدي اختار يا مش تختار يعني مش اختار يعني يا ابني مش اختيارات. جاوب 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 ها خلاص دقيق خلاص. كم مرات؟ خمس مرات. كم؟ خمس مرات. غلط، اربع مرات. وروح احمد اطلع من ال شو اسمه؟ لا هم خمسة. لا 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 لا. خمسة. يعني كم؟ أربعة. خمسة. أربعة. طب اقرا السؤال تاني كده؟ أربعة. أربعة. كم مرة؟ قول السؤال تاني. يا ابني كم مرة ذكر النبي في المصحف؟ باسمه باسمه. لا ذكر لو لو ذكرت النبي ولا ذكر اسمه؟ ثواني ثواني ثواني. لا النبي ولا اسمه؟ ما هو ثواني يا أستاذ حسين. اسمه؟ لا هو النبي. ذكر النبي. لا أربع مرات النبي. لا بس هقول أربع مرات محمد وخمسة لو أحمد يعني لمحمد وأن يأتي من بعد اسمه أحمد. يا حبيبي هنا خلصنا. لا 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 محمد لا. إحنا قاعدين نقول محمد خلاص. يلا ما تعملش فيها فلسفة. ثواني ثواني بس ثواني بس ثواني تمام. هي محمد أربع مرات بس فعلا، محمد أربع مرات فعلا. يلا اللي بعده. طيب وانا كده نعمل ايه بس؟ طيب احمد جسار كده ايه؟ طيار بقى قول له كفايه عليك كده. احمد راح الاستاذه مزنا. الاستاذه مزنا ولا لا؟ استاذه اوكي. محمد عبد الوهاب خلاص هو ولا؟ هلا يلا استاذه مزنا. ما هي المعجزه الخالده للرسول صلى الله عليه وسلم؟ المعجزة الخالدة للرسول صلى الله عليه وسلم هي القرآن الكريم. صح. أوكي. اللي بعده. مزن المرخ كان السؤال يا أستاذ حسين؟ إن القرآن صح. أوكي. تمام جدا. محمود علي. محمود علي. معك معك. من هو شبيه النبي من أهل بيته؟ جعفر بن أبي طالب. غلط، الحسن بن علي. اللي بعده. عذن أوفر يا محمود. أجر. دقيقة. إحنا قبل قلنا في لقب كان ملازم للنبي صح؟ ذكرناه. الصادق الأمين صح؟ كنية النبي من أبو القاسم. صح برافو. يلا عودة بالأسئلة السهلة. أستاذ دلال. أستاذ دلال. نعم. يلا. من الصحابي الذي تبناه الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته؟ زيد بن حارث. أوكي. يا سلام. تمام تمام. أستاذ إيثار. نعم. أستاذ إيثار، شنو أشهر الأكاذيب التي ادعاها القريش عن النبي؟ شلون؟ شنو أشهر الأكاذيب التي أشاعها قريش عن النبي؟ احنا قلنا مجنون بس بعد ساحر وكاهن وشاعر كلنا قال عنه بس. صح برافو.
كذاب وشاعر وكاهن وساحر اي اوكي برافو. جدر محمد بقى محمد عرب يلا يا محمد يلا يا محمد يلا يا محمد النداء الاخير للطياره القادمه لمحمد الشعراوي. تعال يلا يا جماعه يلا محمد ها الاجابه اجس السؤال يا محمد وينك الشعراوي النداء اخر نداء لان ما عندنا وقت محمد الشعراوي ثواني كده طب نشوف انا بصراحه بحاول ارن عليه بس يعني محمد الشعراوي خلاص طيب محمد خلاص سامعينه ولا يا اخوان اهو جه اهو دايما بيجي في اخر فرصه ده بيجي على دمني خلاص كده لا, لا, لا والله ما معايا بس الـ 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 ما هي الغزوه التي جرح فيها النبي غزوه احد صح روح اللي بعده خليك يا محمد عشان احنا بقينا قليلين قوي اللي بعد ايه محمد احنا قليلين ماشي باقي كم باقي عيد بقى شيل يا محمود ايوه هيبقوا خمسه ولا سته اربعه اخوانا خمسه سته خلي بالك يا محمد كده سته ابراهيم عبد الوهاب بقى ها يلا السؤال يا ابراهيم عبد الوهاب ابراهيم باشا ابراهيم باشا ابراهيم مكه هلا هلا تفضل هلا قل لي كده ايوه قل لي كده تفضل وشيوخ الازهر عايدين ايوه شنو هي احكام النون الساكنه النون الساكنه اظهار واصغام قصدك دي أربعة. ايوه قول اقول طيب السؤال ده لو جاوبه غلط ينتقل من شيء طب خليني اكمل ثواني خليه يجاوب يا عمرو خليه يتكلم ثواني يا عمرو قول من الاول ثاني حط صوتك عشان عيب وبقول لك قدام الناس عيب ها ثواني يا عمرو ثواني يا عمرو الاظهار والادغام يا اخي خلينا نكمل طيب. الاظهار والادغام والاخفاء والاقلاب برافو عليك الله الله عليك درسناها في الصف هذا ثانيه ثانوي قراءات يلا طيب ايه مزن الم صدى مزن المري بقى استاذ مزن هلا استاذ هلا هلا يا استاذ مزن معلش شوي سؤال في شخصيه معينه من الشخصيه اللي لحقت النبي عشان تقتله وتقضي عليه وعشان يأخذ هدية قريش لمية ناقة هو شراق بن مالك أحا لا هاجر قول السؤال التنفس النهارده استاذه مزنه استاذه مزنه فك اعمل ميوت بس ميوت استاذه مزنه عشان اقدر اسمع استاذه هاجر تمام موجود تمام اوكي ايوه كده على ماذا أو بماذا شنو الاسم الذي يطلق على حياة النبي من السيرة النبوية أيوة الصح يا ابني ده قبل بس ما كملتش قبل السؤال لا 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 صراحة يعني هاي غاشة الأسئلة صراحة من عمر أوكي يا ابني أنا مش معايا الأسئلة عمر أصلا ما يعرف الأسئلة عمر عاوز الضرب ما تدفعيش يا بنت إحنا مش محتاجين حد يدفع عننا دول أنا هديهم يعني أما نخلص أنا مش معايا الأسئلة مش معي بعدين يا ابني احنا استاذ دلال ايوه تفضل. اسم اخر غزوه في غزوات النبي في حياه النبي صلى الله عليه وسلم اخر غزوه يلا يا ما يا استاذ دلال اخر غزوه اخر غزوه استاذ دلال اخر غزوه عام 9 يلا اي بقى يعني ايه تغشيش ايه
غزوة تبوك؟ صح طالما قال عام 9 خلاص يا حسين ما تغشيش حد عشان احنا الوقت يا ابني ده احنا عايزين احنا بنتلكك له يلا اللي بعده استاذ ايثار استاذ ايثار نعم كم عمر النبي عند وفاته 63 صح. اوكي ما شاء الله محمد تمعين ولا كم عدد سنين الدعوة النبوية سمعين. نعم كم عدد سنين الدعوة النبوية الدعوة اتسأل لا ثواني لا لا احنا سألنا عدد سنين الدعوة أثناء السرية سألت السرية سألت الدعوة لا سأل الاثنين سأل صح الاثنين الاثنين يا أستاذ حسين آسف اللي بعده اوكي ده بيخترع له سؤال يلا اسم اكثر الصحابه روايه للحديث ابو هريره رضي الله عنه 4474 حديث وعام للسبعه اسلم وعام 10 وفد خلاص هو قال خلاص صح ما انت صح هم الستة هم يا جماعة احنا مش هنخاف هم دول هيفضلوا كده بقول لك يا حسين هيفضلوا كده للساعة 12 وانا متأكد ابراهيم السلام عليكم مرة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايه ما احنا احنا النهاردة مش هنخلص يعني هنخلص لا بجد بنحييكم والله عدد زوجات النبي ابراهيم 11 صح اه بس خلي بالك ابراهيم انت ليك 4 بس طيب ايه احنا 4 بس هو استثناء يلا طيب. السؤال اللي بعده استاذ مزنا المري استاذ مزنا هلا استاذ من الذي رافق النبي اثناء الهجره هو سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه صحيح ميوت بقى استاذ مزنا ميوت معلش تمام هاجر تمام موجودة اوكي ايوه كم عدد عمات النبي العمات وليس الأعمام عدد عمات النبي مش نسوي سؤال تصفية سؤال ما عشان احنا صراحة فكري كويس قبل الإجابة تحير 4 ولا 6 ها جاوب الإجابة هنشوف ما تدخلش يا عمر أيوة 6 صح 6 كنت هتودينا في يعني ايوه اذكري لي 4 منهم من الستة بعد هم العمال 4 من مين اخذ دلال طبعا 4 من ايش من عمات النبي الرسول كان يمتلك 6 عمات الأبي 4 حاول تركيز شوية السؤال ده لو انتقل هيصفي كله أنا متأكد الله يهديك حسين بصراحة كويس أن أنا ما حطيتش الأسئلة يا عمر أنت عبد يحيد لها أكل أستاذ دلال أستاذ دلال والله سيرشينج فور جوجل أستاذ دلال في 2 معروفات زين على الأقل 2 لا هو 4 احنا بنصفي ما تقولش احنا نبي 4 اوكي بس الحريم ما خرجش منهم حد يا ابني يعني احنا الشباب فشا يعني هي بتسرش لسه بتبحث على جوجل أستاذ دلال طب اعمل غير ميوت طيب لا تسرش طب انا شايف ان احنا انتقد خلاص الوقت دلال اخر
آخر شيء؟ لا. إيه ولا لا؟ إيه ولا لا؟ إنها تبحث في الإنترنت. أنا شايف إن ده وقت كافي الصراحة عشان إحنا في تصفية. فننتقل. أستاذ دلال. السؤال ينتقل كمان. محمد شعروه هيطلع من السؤال. أستاذ دلال. ردي علي. يا ابني عاملة ميوت عشان بتبحث. خلاص انتقل. آه انتقل. ننتقل ولا لا أستاذ دلال؟ آخر نداء بقى ها؟ آخر نداء أستاذ دلال. أستاذ دلال شفيع. جماعة عدى أكتر من دقيقة خلاص لا ننتقل. أيوة أيوة موجودة يعني. موجودة. هي هي بحث عن. لا لا طيب. جن اتصال. طب اتفضلي اتفضلي. اتفضلي. إحنا أربعة من عماد النبي سؤال. عاتكة. أيوة. حلو. أم حكيم وصفية. أيوة ثلاثة ها فاضل واحد. نسيت الرابعة أذكر ثلاثة نخلي ثلاثة أربعة وعاوز أربعة إحنا عايزين أربعة وهتوقف على الواحدة دي بقى والله لا مش مذكرة عاتكة وصفية وحكيم يلا 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 عندي سؤال حق محمد الشعراوي اتحداه يجاوبه لا اقول لك حاجه انت لو انتقلت بالسؤال ده قلت له جاوب الثلاثه التانيين مش هيعرف انا متاكد يلا انتقل استاذ الدلال خلاص بصراحه سؤال يعني للمش قارئ سيره بصراحه صح هو اروى اروى خلاص جابت عد انا خلي بالك خلي بالك يا استاذ دلال اداك فرصه كبيره صراحه استاذ عادي إيسار. كله هياخد نفس الفرصه عادي يا جماعه كله هياخد عادي. نفس الفرصه عادي خالص ما تقلقوش يعني ما تقلقوش احنا كلنا نفس الفرصه كله هياخد استاذ ايثار يلا حسين باشا لحظه السؤال بتاع محمد شعراوي اللي انت كنت تفكر ان الدور هو نفس السؤال منو خوال النبي؟ خوال النبي؟ ايوه ده سؤال غريب اكرم اسئلة التصفية صعبة يا جماعة لحظة بعدين هم بخوال هو خال واحد من وين جبت الخوال؟ اسمه زين يلا قولي لي يا اسماء يا نهار ابيض قولي لي اسمه الاسود بن وهب وبعد مكتوب عندي انا اثنين بعد في تاني يبقى خوال يبقى في تاني يبقى لا ده سؤال معلش يا جماعة أنا لازم أكون الضمير الصاحي أنا بتلكك للناس عشان نخلص الساعة 9 ها خوال أقول لا خوال والله 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 النرامي اللي كاتب والله لا هو صح هو صح سؤال مش غلط لا في واحد أسود و اثنين ثانيين او اثنين اثنين كمان لا بيختاروا حسين هو واحد على فكره والله لا هو يا استاذ حسين لا 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 هو اثنين لا بالبحث بين انه واحد والله بقول لكم شيء بقول لكم شيء انا مو مقتنع من الاسم اللي في النص بقول لكم اياه بعدين هو مش الاسود على فكره الاسود ومنو زين لا لا في اثنين ثاني غير الاسود مش الاسود على فكره دول الأسود أصلاً حسين الأسود غلط أو الأسود موجود لا الأسود صح أنا متأكد لا مش الأسود بس في تانية هو لا لا هو اسمه الأرجح اسمه الأرجح مش الأسود هو له اسم تاني بس هو لا 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 لو سمحتوا لو سمحتوا محطوط عندي ثلاث أسامي خلوني أقولها بعد الإجابة بعد ما هي يعني تقولي ماشي أنا بس نجاوب ولا نجاوب خلاص الحين خلاص عدى أكثر من دقيقة كملوا ولا إيه فرصة ها أستاذ إيثار لحظة قاعد أحاول أتذكر أوكي أو تبحث لا لا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله يحفظك خاله أخو أمه الأسود بن وهب ولكن اللي هو أخو آمنة بنت وهب ولكن قيل ان بنو النجار هم اخواله من الانصار الاسم
شوفوا انا مكتوب عندي وانا يعني صراحه خلاص عشان بس الاجابه عشان تشوف هي هتجاوب ولا لا بعدين انت تقول انه مكتوب الاسم الثاني لا 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 انا عارف انت مش هتتوقع الاسم الثالث بس الاسم الثالث طيب عشان يعني الاجابه اسم. عشان الاجابه واضح. ما تغشش ما مش هنخلص ما هو الناس كلها شاطره فاحنا لازم نصفي يا جماعه معلش هينفع والله كلكم تستحقوا يعني احنا لازم نصفي طب عدى دقيقتين انا اظن مفيش وقت فرصه اكتر من كده خلاص دقيقتين اللي مكتوب عندي اللي مكتوب عندي ثواني ثواني هنشوف اللي مكتوب عنده هنشوف المكتوب أخوال. أخوال. وهنشوف. أخوال بس الاسود وعمير ايوه اللي مكتوب أيوه. الثالث اللي انا مو مقتنع فيه عبد يغوث وهاي انا مو مقتنع فيه صراحه ولكن واستاذ حسين لا ثواني هم الثلاثه مكتوبين عندي ماشي بس هنا في حاجه هو هو الارجح هو فعلا عبد يغوث والباقي خالات ايوه على فكره مظبوط والباقي خالات والباقي خالات ايوه هو أيوه. فعلا خال واحد على فكره ايوه خال واحد مش الاسود طالب تعويض بسؤال ثاني انتم لا هو لا. مش السؤال لا 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 معلش احنا في تصوير لا لا العداله اذا انتم لا لا هو مش الاسود هو مش الاسود بس يعني ايه بس الاسود هو لا هو مش الاسود من الروايه مش الاسود ولا عمير النبي عمير الوهبي دوت الصحابي يا استاذ حسين الصحابي اللي حاول يقتل النبي صلى الله عليه وسلم في بدر ده الجمحي يا استاذ حسين عمير بن وهب الجمحي دقيقه بس زين انا بغير هنعمل ايه غير السؤال غير السؤال طب ماشي بس بس ايه اعطيها سؤال بس السؤال يعني السؤال ده ما فيهوش فرصه كبيره مش هيتغير يعني هو والوقت بصراحه لا يعني معلش بقى يا استاذ يعني معلش يا استاذ حسين عارفك اهدوا طيب شويه هدوء 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 استاذ ايثار نعم دقيقة بس من هو الصحابي الذي سماه النبي الفياض الفياض أيوة هاي اللي أنا قاعد أسمع فياض لحظة هو كان من الأقربون للرسول عليه الصلاة والسلام دقيقة ذكرته أيوة شو اسمه طلحة بن عبيد الله صح برافو صح كده ايه جاء دور محمد بقى دور محمد معاكم سمعينك سمعينك طيب اسأل بقى اخونا محمد كم يوما استغرقت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه هجرة النبي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم استعجل 8 أيام صح صح برافو اللي بعده يبوني اللي بعده ابراهيم نرجع ثاني لابراهيم كذا ستة هم ستة هم ستة حسين احنا ستة اول مسجد في الاسلام اول مسجد بني في الاسلام في المدينة في المدينة ايه في المدينة ثواني قوية ثواني كم ها من ايه هو انا ما هي ايوه انت ايه هو اللي اول مسجد بني فكر كويس مسجد قباء صحيح اللي بعده انا كنت اعتقد اللي بعد عشان الكبير ماشي 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 الاستاذ مزنا المري هلا استاذ غزوة خيبر متى في السنة الثامنة للهجرة غلط هي السابعة كده كده استاذ مزنا لحظه الثامنه شو اسمه يا جماعه قروا خلاص لا لا هي والله ما بنقدر كذي لا لا هي مش الثامنه يا استاذ مزنا
يلا يعني احنا ندي فرصة للي ما قالش، لكن اللي جاوب إجابة غلط خلاص. هاجر أيوة تمام موجودة. سؤال يلا ها فكر كويس. كم عدد المسلمين كانوا اللي بايعوا النبي؟ امتى؟ معلش بيعة الرضوان. هنا بقى عاوز واحد قارئ سيرة فعلا. بيعة الرضوان. انت اوعى تتكلم. انا مالي. فكري كويس يا هاج. يلا سيب لها فرص عشان ده حرام. كم؟ لا صوت. فكري كويس. رقم يلا. ما تعرفين تخمني صعب. انا بس لحظه صوت يا محمد. محمد محمد اعمل ميوت يا محمد. لحظه اسف. و 400 كم؟ كم؟ 1400 صح صح. أستاذ دلال. نعم. متى دفن عم النبي العباس وفي أين دفن؟ أستاذ دلال. أستاذ دلال. قال اتصل تاني ولا إيه؟ ويانا أستاذ دلال. أستاذ دلال. وياكم متى دفن العباس؟ وين ومتى؟ وين ومتى؟ لأن صوت هذا وين توفى ومتى؟ وين ومتى؟ وين دفن ومتى؟ وين ومتى؟ أيوة وين دفن ومتى؟ يلا يا أستاذة خلاص نروح. دفن في البقيع سنة 32. صح برافو. صح. أي. ترجمان النبي من يلي بعده؟ إيثار. هذا إيثار. ترجمان النبي عبد الله بن عباس. خطأ. زيد بن زيد بن الحارث مكتوب هنا. كده احنا زيد مين؟ زيد بن الحارث مكتوب عندي. ثاني كذا سوري زيد بن ثابت الانصاري. زيد بن ثابت. ايوه ركز يا عم انا برضو ركز. صح كده ركز يا سيد. صح صح بس هو بس هو عبد الله بن عباس غلط. ايوه صح بس اوكي يلا بسرعه. والله محمد الشعراوي موجود سامعين ولا لا؟ ثواني خلينا سؤال 70. خلينا بس اشيل ديت. خلينا نشيل ديت سؤال 70 كذا محمد الحلقات الصغيره. ايه استاذه هاجر الاربعه خلي بالكم. يلا أربعة. ها أربعة ده كده المنافسه هتشد. ده كده هم أربعة خلاص كده اللي موجود اللي هيفضلوا كلهم فايزين يا جماعه. كده كلهم فايزين. فايزين بس نحدد المراكز. طب بس محمد نجاوب. محمد محمد ها يلا ادوا له سؤاله. متى فتح الرسول مكه؟ يا راجل بس نعيد تاني بقى عشان نحدد المراكز يا جماعه ونتكل على الله. الساعه 9:10 يلا ابراهيم عبد الوهاب بجد المشكله كلهم جاوبوا صح هتبقى ايه كده. يلا ابراهيم هو حيصير كده. ها تفضل لحظه يبقى كده كده النقاط تمام. كل اسم بقى هكتب جنبه ايه لو جاوب غلط يعني هرتب المراكز. يا شباب خلوني اركز ترى انا قاعد اسمع النقطه قويه بكم. اسمع اسمع ايوه وصلنا هنا. سؤال 71 شعراء النبي ثلاثة منهم؟ شعراء النبي
صلى الله عليه وسلم. حسان بن ثابت، هذا ما نختلف عليه طبعا. ماشي فضل اثنين. كعب بن مالك صح. عبد الله بن رواحة صحيح. إذن. تمام جدا. ياخذ تمام جدا. ها اللي بعده هاجر. أنا موجودة. لا هو كده بصوا يعني ايه اصبر يعني. خليه يسمع عشان ما يعود عمك الحق حسين يعني تعرف. أبي في أي عام نزل الوحي على النبي بس بالميلادي؟ أوب إيه السؤال ده؟ على فكرة اللي ذكي هيعرف يجاوب. أيوة 500 أيوة. كم؟ ماشي ها ها ماشي ماشي سيبت جاوب ها كم؟ فكري كويس. لا مش 500 عشان 510 النبي تولد. ماشي ها جو يلا. فكر هي قربت تسقط خالص. على فكرة الذكي هيعرف يجاوبه، لو واحد يعرف يحسب هيجاوبه. أيوة يعني ما تولد 510. أسكت تمام. يبقى 610. ازاي يعني أنا بعد 100؟ معلش 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 لا والله لحظه والله معلش ثانيه. يلا بسرعه. 550. متاكده؟ خطا متاكده؟ لا 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 خطا. قلنا خلاص خلاص خلاص. استاذ جلال ها ندي فرصه ثانيه ولا لا؟ سؤال تفضلي. يلا ها نفس السؤال نفس السؤال. نزل الوحي امتى بالعام الميلادي؟ ده واحد ذكي هيجيب. متى نزل الوحي بالميلادي؟ على فكره يا سهله جدا والله ما صعبه. والله العظيم ما صعبه. طيب قربوا لي هي في الخمسة. لا احنا نقرفش. وده سؤال ده سؤال تصفية. ده سؤال منتقل من حد قبل كده يعني. يلا 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 بل تخيلوا كلهم غلط. عادي هيبقى ابراهيم المركز الاول. ثانية واحدة. لا هيرجع لابراهيم برضه السؤال. لا اوه يا لهوي ما يرجع. هيرجع لابراهيم. ما يرجع. لا لازم. لا يرجع. ما يرجع. هيلف. ما هيلف. ما هيلف الاخير. مش هتبقى عرفت المراكز. مش هتبقى بس الاخير. بس الاخير حد الاخير. طب ماشي ازاي هتحدد المراكز الاول والثاني؟ صح بقول لك شلون الحين. لا ابراهيم كده جاوب فخلاص. طب ماشي خليهم يجاوبوا وهنشوف. خلينا كده ابراهيم المركز الاول. يلا اختي. يلا يا اختي. هذا دلال الوقت. سؤال التصفية بقى خلاص يعني. لا الوقت خلاص. كين. اللي بعده. لا بس اعطينا احتمال يا استاذ دلال ولو رقم. اي رقم. ولو واحد بيعرف يحسب والله هيجي. طيب انا قاعد اتذكر المعلومات. طيب ساعدوني. لا اوكي 610. كم؟ 610 صح. 610. لا 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 ثواني ثواني ثواني. خطا يا استاذ حسين. لا خطا خطا لا 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 خطا يا استاذ حسين. نحسبها. لا ما هاجر جاوب محمد إيه؟ الاول هاجر جاوب 610 قلنا لها غلط برضه. غلط غلط. لا يعدي على لا جاوبت 550. قالت 610 احنا قلنا لها جاوبت 550. حسين بغيت تقول لها خطا او صح. ثواني 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 وقفتوا. ثواني أيوة عشان غلط. استاذ حسين استاذ حسين هي جاوبت 610 واحنا قلنا لها غلط. هي لا هو غلط و610 اصلا غلط. لو جيت تحسبها غلط. زين احسبها. لا انا جاوبت. لا يعدي على محمد الاول. يعدي على محمد.
أنا هحسبها لك. يعد على محمد. يعد على محمد. يا محمد. على فكرة هو النبي صلى الله عليه وسلم اتولد سنة 570 أيوه؟ ميلادي. وسبعين ولا 71؟ 570 هيبقى معاه 611. مفهوم 570 معناته 71 71 71 محمد الشعراوي الثاني. لا كذا في اللحن محمد وابراهيم. محمد وابراهيم محمد وابراهيم الاول والثاني. وعندك دلاله هجر في مركزين في مركز متساوي. انزل الحين. طيب يا ابراهيم عبد الوهاب ولا هي صفو. اوكي لا ابراهيم دلال وهاجر. محمد خلاص فاضل دلال وهاجر. دلال استاذ دلال هاجر الاول. معلش معلش هاجر. معلش معلش هاجر. اوكي لا 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 الحين شباب شباب دقيقه. اوكي هاجر هاجر ايه هاجر واخد دلال صح؟ دلال السؤال دلوقتي هيجي لسئلة هاجر. زين بعد محمد ترى وابراهيم خلاص محمد وابراهيم متعادلين متساويين ما ده اللي انا بقوله. اوكي بس دقايق بنقول لكم القصة. زين طيب نصف ابراهيم ومحمد الاول ولا اوكي محمد وابراهيم. طيب يا ابراهيم معلش يا هاجر ما انا قلت برضه ما هما الاثنين متساويين. ايه اهلا. في اي عام هاجر المسلمون الى المدينه بالميلادي؟ انت حكيتك اساسا برضه بالميلادي. كم بالميلادي؟ كم قول قول الرقم اللي قلته بالميلادي. ما قلت اي رقم انا قلت برضه بالميلادي. لا ما جاوبت. اوكي طيب اذا هذاك 611 يعني نجمع هو قاعد في مكه 13 سنه. اجمع في سرك يا حبيبي. اجمع في سرك يا بابا. عشان المركز الاول وعايز تاكلنا كمان. انا عارف اجمع في سرك. وما فيش وقت. ما فيش وقت. المفروض الاسئله ايوه الاثنين مركز اول. يلا ما تديهمش وقت يا حسين ده سؤال خلاص نهائي. انت تدي وقت فين يا يلا سرعه يا ابني خلاص 124. اوكي صح 13 سنة لنا. اوكي زين ماشي. محمد الشعراوي تعال يا محمد سامعيني لا سامعيني يا عم ما تقعدش تقول سامعينك والله. لا انا بخفف من الكلام. مش هنخلص الساعة 9 وربع. ثواني يا عمر ثواني علشان اول عمل قام به النبي في المدينة. اول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة الإقاء بين المهاجرين والأنصار. غلط هو بناء المسجد. لا الإقاء الأول. تبا. لا أنت قلت في المدينة مش في أعلى ماشي ماشي. أوكي. طيب. أنت المركز الثاني. ثواني بعد ثواني كده. ثواني خلينا نكتب حاجة بسيطة. هاجر. لا 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 هاجر. ثواني كده. خلينا ناخد بس إيه خلينا نظبط حاجة بس بسيطة. يا أستاذ دلال. نعم. أيوه. قبلي هاجر اعتقد هاجر قبلي تكون هاجر قبلها يا استاذ اوكي يلا ها هاجر انا موجود من وين واحد نعمل كده اهو سيف شنو من الذي ناصر النبي ولم يسلم؟ عمو أبو طالب. بصراحة ده سؤال سهل جدا. سؤال سهل. أستاذ دلال. نعم. ممكن يجي سؤال بقى يعني إيه؟ يكون سهل إن شاء الله. هو عموما أي واحدة فينا تأخذ المركز الثالث عادي كلنا واحد. انتوا خلاص احنا الرجاله طلعونا مركز اول وثاني خلاص انتوا براحتكم خلاص يا عم
اسمع 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 ده انا هسمعك احلى تسميه بعد ما نخلص ان شاء الله. يا الله تفضل. بسم الله استنى خلوه يسمع. كم عدد سنوات الحصار اللي حاصره النبي في مكة؟ ثلاثة. صح. آه. هتعيدوا تاني بقى. هاجر. أهي هاجر. تمام موجودة. شنو اللقب اللي لقبت فيه السيدة خديجة في قريش طهرة. قبل الإسلام؟ الطاهرة. صح برافو. أستاذ دلال. نعم. لحظة بس. اسمع أنا شايف إن الاثنين لو جابوا تفضل. بسم الله. لحظة شوي. أنا جماعة جماعة الصوت الصوت اللي عامل صوت. مش عامل نيوت. حسين وياك وياك السؤال. يا رب نخلص الساعة 9:30. لا 9:15 يا حسين يا عم عدي تسمع. من الزوجة التي تزوجها النبي ولم يتزوج غيرها أثناء حياتها؟ ما تزوج غيرها؟ ما تزوج غيرها أثناء حياتها، بعد حياتها تزوج يعني غيرها. خديجة؟ صح صح. يعني إيه؟ أنا شايف إن إحنا نخليه مركز ثالث وثالث مكرر أحسن من عيد. مش هيخلص. آخر آخر محاولة. هاجر. تمام تمام. من هم الأنصار؟ أهل المدينة. بس كم المدة التي أستاذ دلال كم المدة التي قضاها النبي في غار ثور مع أبو بكر الصديق؟ كم ليلة؟ سهل جدا. كم ليلة؟ ثلاث ليالي. كم؟ صح. بس يبقوا مركز ثالث ولا مكرر عشان مش هنخلص حسين. انا شايف كده. تمام تمام طبعا قريب ان شاء الله نعلن الجوائز. لو سمحت خليني اقول ونخلص الموضوع. الجوائز بيكون المركز الاول من عندنا. المركز الاول ابراهيم. ابراهيم سبيكر قران راح ينبعث له من عندي. اوكي. المركز الثاني عندنا محمد الشعراوي. المركز الثاني محمد الشعراوي قران قلم. المركز الثالث عندنا مقرر وهذا القرآن القلم دقيقة بس من شركة المستقبل من الشركات الداعمة للمؤسسة ودائما كنا نسوي لي عن أحب منتجاتها ثواني ونحب نشكرهم على منتجاتهم طبعا وأحب أحب أبشر محمد جائزتك جنبي وصلة هنا في مصر. سبحان الله يعني. زين الثالث عندنا الجائزة الثالثة منه عندنا هاجر و... هاجر هاجر بيكون الهب اليو اس بي عبارة عن الأنواع مختلفة من يعني إذا اللابتوب قليل المنافذ يزود المنافذ. هي لابتوب ما فيهاش تايب سي بس هي بيزود المنافذ بشكل رهيب. أزين والتايب سي ممكن تدعمه ب أو تي جي عشان أو يعني وصلا تحوله إلى يو اس بي موجودة. يو اس بي سي تو يو اس بي اي. أيوة. وأستاذ دلال سبيكر جي بي ال جو 3. انا عندي راي ثاني. العافيه وشكرا جزيلا لكم والسلام عليكم. شكرا الله ورحمه الله وبركاته. هنسجل ان شاء الله في اي اف كتر. شاركوا اشتركوا انشروا الفيديوهات لتعم الفائده. يلا الى اللقاء. سكرا واللقاء. يلا الى اللقاء يا جماعه. بسم الله.
الله يهديكم ان شاء الله. الله يهديكم فوق ال 70 سؤال. الله يهديكم 90 سؤال 90 اقسم بالله 90 لا سؤال. صراحه يعني كان يوم يعني اقول لك يلا سكروا 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 التسجيل سكروا التسجيل عمر يا اخي كنترول وار والله العظيم كنترول وار ايه اللي كنترول وار